والله لن أنسى مسجدنا الأقصى وقبة الصخرة تبكي من الحسرة، تقول يا رباه يا واهب الحياة بعونك اللهم اكتب لنا النصرة، وشجرة الزيتون بغصنه الحنون يبكي على شهداء أرضنا الحرة. يا لوعة النفس عليك يا قدسي وأنت في البلوى والعيشة المرة. يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام بالعزم والإقدام بصحبة القرآن. هيا اهتفوا يا إخوتي، استيقظي يا أمتي، يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام بالعزم والإقدام بصحبة القرآن. النور في أيدينا وربنا يحمينا، قرآننا يهدينا في ساحة الإيمان. هيا ارفعوا القرآن وحطموا الأوثان، هيا ارفعوا القرآن وحطموا الأوثان، وحرروا الإنسان من قبضة الطغيان. هيا اهتفوا يا إخوتي، استيقظي يا أمتي، هيا أعيدي بسمتي كسابق الأزمان، كسابق الأزمان.